لفج. بدأنا احنا هذا المكان لم يزره احدا من قبل. طبعا اماكن استكشافية سياحية. هذا هو اللفج الاعلى واللفج الاسفل، وذاك هو سد اللفج. يقدر عقده. طبعا الإطلالة من على هذه المنطقة في طريق ضوعة تعتبر طريق سياحية مقفول عنها، بتميزها أنها تطل على مديرية النادرة وعدد من القرى. هذا هو مركز مديرية النادرة، طبعا مركز المديرية نطل عليها من طريق ضوعة. تعتبر طريق ضوعة طريق سياحية لم تستكشف بعد. كانت رحلتنا هي في بداية العلان والأجواء يملأها الغمرة. طبعا هذا حصن حنول، تلك التبة التي فوق النادرة مطلة على مديرية النادرة، معها الأجزاء من أطراف مديرية النادرة، جبل العر وغيرها. هذا وادي حنول. طبعا كل هذه الأماكن تطل عليهن من طريق ضوعة. طبعا هذا قرية حنول. هذا وهذا واديها. طبعا هذا كان له سيل وادي بنا. هذا هو الوادي، ولكن الزراعة في هذا العام ضعيفة جدا، حيث لم يكن هناك أمطار في الصيف إلا قليلة، وأمطار الخريف حتى كانت قليلة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. طبعا ومن هذا المكان نطل على جبال، هذه جبال الشعر، جبال الشعر التابعة لمديريتي السدة والنادرة. هذه هي الجبال المطلة. طبعا مركز مديرية السدة هنا قريب جدا. ايضا تلك هي جبال العود. هذه الاماكن المطلة عليها طريق الوعرة. هذه القرى أيضا، هذه هي قرية حبان، نطل عليها أيضا من هذه الطريق. هذاك ذنيب زامح وذنيب حبان. قرية حبان هذا الوادي. هذه هي أطراف قرية زامح الخرابة. وذاك الجبل، جبل منقير. تلك الجبال الشاهقة البعيدة ترى من هذه الطريق. طبعا هذا قرية الجبيب، لكن الأجواء مغمرة قليلا. طبعا وهذا سفدة نطلع على سيل وادي بنها. ومركز المديرية طبعا.
وهذه هي قراء الشعر التابع لمديرية النادرة. الخلل، خرابة المقاس والخلة والدروم وغيرها من القراء، ولكن انعدام الرؤية حال بيننا وبين التوضيح والتقريب للمنازل والأماكن. هذه قراء الشعر أيضا، أشمح ومدار ذي قودان وما جاورهما من قراء. ومن هنا أيضا نطل وإياكم على هذه القرى، هي قرية، هذه قرية اللسيد، هذه القرية قرية اللسيد. وهذا الوادي تابع اللسيد، طبعا هي قريبة من مركز المديرية، مركز مديرية النادرة. وهذا القرية الأخرى قرية الوطة، طبعا تبع عزلة مالك قرية الوطة. وديها الفسيح، نطل عليكم من هذه القمة وهذا المجال الواسع. هذه هي عوارضها وأملاكها، وهي قريبة من قرية اللسيد. تعالوا معنا إلى هنا إلى قرية الهجرة. هذه هي قرية الهجرة، طبعا هذا ما ظهر من بيوتها. ويقع هذه هي مدرسة الهجرة طبعا، ويقع أسفل القرية سد في الوادي، هو سد هذر، هذا هو السد. تعالوا معنا وإياكم ننزل إلى القرب منه لنتعرف عليه، حيث يبلغ ارتفاعه 18 مترا ومساحته الطولية طويلة جدا. هذه هي بعض الروافد لهذا السد، طبعا روافده كبيرة جدا. في هذه الأماكن توجد غيول مياه، توجد أيضا مزارع قات وأيضا مزارع قضب وشام وذرة وشعير وغيرها من المحاصيل النقدية. طبعاً هذه القرية الصغيرة قرية بيت الجبلي الذي يظهر منها إلا هذه الأطراف من أطرافها. أنا الطريق صعبة جداً بالنزول إلى السد، لم نستطع الوصول إلا إلى هذا المكان. بعدها قمنا بالمواصلة مترجلين، هذا الطريق وعرة جداً. نحن اليوم على ضفاف سد هذر. سد هذر الذي يقع في عزلة عمقة، تحديد في قرية الهجرة،
هذا السد روافده كبير جدا، ولكن ارتفاعه قليل لا يتجاوز 60 مترا أو 16 متر. بخل البانون له في الارتفاع. طبعا تأتي روافده من عزلة شخب، تحديد من عالة ومن كهال ومن الحود ومشعب غزال، كل الروافد تصب في هذا السد المجمع والمسمى سد هيدر. إن شاء الله سيكون مقيلنا في هذا المكان. المطل على هذه القرية، تعال انزل، لقد خاطرنا بالنزول إلى هذا المكان. طبعا في هذا المغارة ستكون تخزينتنا مطلة على اللفجين الأعلى والأسفل. هذه هي حرية، طبعا هذه قرية حرية وهذا المسجد. وهذا اللفج الأسفل. هذا الوادي، طبعا الوادي لا زال الوادي هذا لم يكن بالزراعة حسب الأعوام السابقة، مثل الأعوام السابقة يبدو أن الزراعة فيه ضعيفة جدا. طبعا وهذا هو اللفج الأعلى، هذا القرية الممتدة كبيرة جدا. هذه هي سائلة أو سيل الأعور، وهنا سد اللفج، هذا هو سد اللفج، طبعا هذا حاجز مائي.